مين معانا؟ سارة. الو ايوه اهلا بيكي. الو، ايوه اهلا بيكي، اهلا اتفضلي. وسهلا، اهلا مدام ريهام. اهلا بيكي، اتفضلي. انا بتشرف اني قدرت اتصل بيك، دي اول مره تسمح لي يعني اني اقدر اتصل بيك بالبرنامج، وممكن اعقب حضرتك على حالتي. جنسيتك ايه؟ انا تونسيه بس مقيمه في مصر. اهلا بيكي. الله يخليك. يعني اتمنى اني اتكلم مصري صح، ان شاء الله تفهمي علي شوي. اوكي، تفضل. التعقيب الاولاني انه فيما يخص البرنامج بتاعك، انا عايزه احييك واشكرك كثير على البرنامج اللي هدفه انه نبيل، هدفه عنده هدف نبيل، وهو ده نوع البرامج اللي احنا بنحبها كثير وبنحتاجينها كثير عشان نواجه مشاكلنا. وتطرق اوريدي للمواضيع زي دي مسكوت عليها، ومواضيع حساسه احنا محتاجينها عشان شبابنا وعشان اولادنا. ما بقولش في مصر بس، هو دي المواضيع احنا والجرأة دي لا طبعا، احنا مش في مصر محتاجينها بس، موجودة في الوطن العربي كله. في الوطن العربي كله. انا سوري، مربيه يعني استاذه في بلدي، وكنت بدرس يعني في مع التعليم مع الدراسه، كنت بدي يعني الضوابط وأكد على غرس الضوابط اللي احنا افتقدناها. اوكي، سو البرنامج بتاعك ده انا بحترمك كتير وبقدرك كتير على المجهود الكبير والجرأة اللي يعني انت بتستعمليها ولا بتلاقيها عشان مواجهة المشاكل دي وعشان تحسيس وتوعية الناس. مشكورة وإن شاء الله دايما بالتوفيق يا ربنا ستي. يخليكي، انا وأنا بشكرك جدا بحترمك، جدا على المجاملات الكتير الله جدا جدا اللي يخليك، انت بتقوليها دي. أنا بشكرك. بحترمك كتير وبحب برنامجك كتير، وعايزة أقول لك أنت وصلتي ل5 ملايين، بس فيه كمان اللي في سني أنا تقريبا يعني تقريبا 60، بس ما بحطش لايك، بس أنا دايما بتابع برامجك حبيبتي. بشكرك جدا، ميرسي جدا على مكالمتك، و بنبسط قوي لما بشوف ناس مغاربه وتوانسه يعني يمكن احنا جمهورنا مش موجود شويه في لبنان لان النهار مش على الكيبل هناك، لكن كل الوطن العربي بيتابعنا. بشكركم جدا جدا على متابعتكم وعلى تقديركم.